سلمتنا برسلك المقدسين على رؤوسا سماوية والرؤوس التي سبقت فرسمتها بموسى سلمت الآن حقيقتها بابنك الحبيب في الأسماء العيسى المرسول وبه سلمتها إلى الكنيسة المقدسة حتى نهاية العالم. نسألك أن تقبلها بنعمتك ومراحمك الكثيرة هذه البطولة نقدمها اليوم إلى عظمتك عبدك هذا الشبه اسمه الذي دعوته ليكون خادم أسرارك الإلهية وكائنا عفيفا ومدبرا صالحا وقيما محاميا ومعلما مالكا مسالكا مجتهدا. تسلم منك مفاتيح ملكوت السماوات ليفتح باب التوبة العائدين إليك وحال بأمرك يعيد التائبين ثابتا على حبك ومزينا برجائك مشرقا بزينة القداسة ومستنيرا بالطهارة. استأصل منه يا رب كل ما يجر إلى الخطية ثبته على حبك الإلهي ورجائك السعيد والإيمان المستقيم بك وعلى طهارة النفس والجسد ونقالة الروح والأعمال